مثلا، وكاين الطلب العمومي الاقتصاد الجزائري، الطلب العمومي الصفقات العموميه، وبالتالي نمدوا صفقه. هنا لابد من مراجعه ويكون هناك ترشيد في الانفاق، ترشيد في الانفاق وترتيب الاولويات، وترتيب الاولويات بالنسبه للاقتصاد الجزائري. شفنا بعض التدابير المتخذه مثلا تقليص من الصادرات الى 31 مليار دولار، بعض الاجراءات ربما حتى الاستثمار بالنسبه لسوناتراك تم تخفيضه الى النصف حوالي 7 ملايير دولار. لماذا؟ هي اجراءات يعني استعجاليه. لماذا؟ لان الرصيد، لان الرصيد من العمله الصعبه ما بقاش، لان الرصيد استهلك تقريبا، بقى لنا نسلكوا فيه العام نتاع 2021 ومنتصف 2021. كي تقول انت مثلا عندك 60 مليار دولار مثلا احتياط صرف، وهذه 60 مليار دولار نتا راه نقصد دروك، وهذه 60 مليار دولار نتايا غادي تجيب بها نتايا الاستيراد نتاع كل الاستيراد على سواء الاجهزه او استيرادات اخرى، غادي تجيبها من كل دول العالم. وبالتالي احنا واش دوله احنا رانا شعب يعني ما يولدش، شعب عقيم كما نقولوا احنا، عاقر. احنا ثاني نديروا الانتاج نتاعنا ونديروا الصناعه ونديروا الزراعه ونديروا طبعا هذه فرصه لاعاده النظر في جميع السياسات العموميه، في جميع السياسات العموميه. وبالتالي باش نقدر نرفع الجبايه العاديه، يمكننا رفع الجبايه العاديه الا اذا قمنا بتشجيع الاستثمار سواء الاستثمار الوطني او الاستثمار الاجنبي. بالنسبه للاستثمار الاجنبي راه اتخذت السلطات العموميه قرار بنزع هذيك 49-51، هذيك 49-51 سي فريمون اون 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 برانسيب، يعني ما كانش لا ما عنده لا اساس اقتصادي ولا اساس علمي ولا اساس كذا. دونك انت مثلا احنا الجزائريين رانا فور في 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 مجال معين، علاش انا ندير 49-51؟ ندير انا 80 واللي يجي يخدم معايا الاجنبي ندير 20%. وكي يكون انا ما عنديش تكنولوجيا، ما عندي لا تكنولوجيا لا ما عندي والو انايا، ونجيب واحد مستثمر اجنبي هو يجيب لي التكنولوجيا، انا ندير 20 وهو 80، انا ندير 20% وهو 80%. 80% هذيك شنو تجيب لي؟ غادي تجيب لابنائي وتجيب الاولاد نتاعنا وخريجي الجامعات والمناصب العامه، وتجيب كذلك ماشي غير الضريبه، تجيب كذلك لو بلوز امبورطون. لو بلوز امبورطون سي لا ميتريز دو لا تكنولوجي، سي لا تكنولوجي اللي تجيب. وبالتالي نعتمد هذه التكنولوجيا، وانا ابريفوازي سيت تكنولوجي، اون فا لا بريفوازي سيت تكنولوجي، اي كونت اون فا لا بريفوازي اون فا لا دوميني، دونك اون فا لا سيرني اون فا لابليكي اون فا لا ليكزيرسي اكسيتيرا. دونك ما لازمش هذا دونك حدا اتخذت قرارات جريئه للخروج من بعض العقليات التي اكل عليها الظهر وشرب. رغم ان الجزائر في وضع حرج إن صح القول بسبب انخفاض أسعار البترول، إلا أنه تحدث أنه لن يكون هناك تقليص في مداخيل المواطنين أو في تقليص القدرة الشرائية للمواطنين، يعني لن يكون لها أثر سلبي على معيشة المواطنين. شوف هذا ربما هذا شيء بالنسبة هذا شيء إيجابي بالنسبة للمواطنين، ولكن لابد أن نقول صراحة، يعني ما نكذبوش على رواحنا. الدولة ما تقدرش دير كل شيء، سي با بوسيبل، سي امبوسيبل. ليتا نو بو با بروندر اون شارج تو لي دومين اي تو لي بروبليم، سي با بوسيبل. كي نقولوا مثلا قطاع الصحة، قطاع الصحة ممول، ماش ممول قطاع الصحة. عندنا 20% قطاع الصحة ممول من لا سيكوريتي سوسيال الكناس، اي سي تان شيفر فورفيتار يمدوه، ماشي فورفيتار يمدوه. وعندنا تقريبا 80% اعتماد تاع الدوله هي اللي تدعم قطاع الصحه. سا نو بو با كونتينيو كوم سا، سي امبوسيبل، منطقي وغير معقول. اذا اردنا ان تكون لنا قطاع صحه فور، قطاع صحه يعني متمكن، قطاع صحه باش نخلص مليح الاطباء، نخلص مليح الممرضين، نخلص نجيبوا الالات، نجيبوا لي راديو، نجيبوا كيفاش باغ اكزومبل. من اين ناتي بالتمويل؟ ربما هذا هو السؤال المطروح. تمويل اون فا فير لي اسيرونس. اسيرونس انا جو سوي اسيوري 100%، جو بو فير اون اسيرونس ثاني كومبليمونتير، والاسيرونس تاعي هي اللي تخلص، هي اللي تخلص الصحه اللي انا نمشي نداوي سواء في المستشفى او في اي شيء اخر. لاسيرونس ال برون اون شارج مي بروبليم دو سونتي، ماشي ليطا ال برون اون شارج مي بروبليم دو سونتي. بصح الدوله اش دير؟ ال برون اون شارج لي بروبليم دو سونتي، المشاكل الصحيه نتاع الطبقه المعوزه، نتاع الطبقه اللي ما تخدمش، نتاع الطبقه الفقيره، نتاع هذه الدوله اللي برون اون شارج.
الدوله ال برون با اون شارج نتاع واحد ان ملياردير يمشي يدير ان اون اوبيراسيون دون ان اوبيتال بوبليك بانكس غراتويتمون سا سي با بوسيبل سا بو با كونتينيو كوم سا يتحدثون عن تشجيع الخواص مثلا طبعا شنو في هذه الاسماء يعني خصهم يلعبوا الدور نتاعهم الدوله خصها تخليهم يلعبوا الدور نتاعهم شوف نعطيكم مثال لي كلينيك بريفي لي ميديسان بريفي Tout ça doit s'impliquer dans le programme de la santé, dans la santé en globalité, dans sa globalité. On ne peut pas admettre qu'un secteur privé est riche dans un secteur public. يضرب لي ميور بروفيسور يضرب كذا باش يجيو يديروا زوبيراسيون عنده ويديروا دي توك عنده سمعتني ايا القطاع الصحه ويهملون القطاع العام القطاع العمومي نو يفو فير ان شوا سوا تمشي كذا اصا القوانين خصها تجي توضح كل هذه الامور ولهذا نقول لك علاش قلت لك المجتمع المدني المجتمع المدني هو الذي يمكنه تحديد حاجاته بصفه دقيقه كيفاش يمكنه تحديد حاجاته بصفه دقيقه شكون يعرف باللي هذا الشارع ما عندوش اناره عموميه شكون يعرف بلي هاد الشارع مثلا ما عندوش تروطوار الشارع ما عندوش شكون يعرف بلي هذه منطقه الظل الا اهل تلك المنطقه هذا 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 الناس اللي يكونوا مثلا يسكنون بهذه المناطق التي هم الذين يقومون بالفصح على حاجاتهم وبالتالي ترفع هذه الحاجات على مستوى المجالس البلدية وترفع كذلك طلبات هذه وهذه الحاجات على مستوى المجالس الولائية ثم ترفع على مستوى المجالس علاش المجالس الولائية؟ لأن في المجلس الشعبي الولائي كاين لي زيلو وكاين لي ديريكتور اكزيكوتيف دي ولاية كي يطرح الانشغال على مستوى المجلس الشعبي الولائي راه المدير المكلف أو المدير المعني بالقطاع راه يسمع وبالتالي يمكنه إدراج هذا الطلب أو هذا الحاجة ضمن الميزانية القطاعية نتاعه وبالتالي يقوم في إطار هذا يقوم بتلبية هذه الحاجة التي أفصح عنها المجتمع المدني يعني الاسوسياسيون دو كارتي لاسوسياسيون تاع لي زاسوسياسيون اي ما نجيبوش هذوك لي زاسوسياسيون ساتيليتير تاع الكذوب هذوك لا دي زاسوسياسيون كي ترافاي مسؤولين ولازم تقوم الدوله بالدور نتاعها في الدعم ومرافقه هذه الجمعيات والمجتمع المدني وانا على يقين بان التشريعات اللي راهي جايه سواء التشريع البلدي او تشريعات الجبايه المحليه لاننا نفكر الان في احداث جبايه محليه هذه الجبايه المحليه ديجا لو فيروس دو كورونا le virus de corona ورانا باللي il faut une décentralisation كيفاش il faut une décentralisation انت دير مثلا دير نتايا مركزيه التحاليل دير مركزيه التحاليل على مستوى باستر pour toute l'Algérie 40 مليون d'habitants c'est مشكله كبيره هذه اذا تم فتح معاهد جهويه طبعا مخابر جهويه بصح هذا سي لو فيروس دو كورونا سي لو فيروس دو كورونا يفتح المخابر على مستوى الجهوي وفتح المخابر على مستوى المستشفيات عندي مستشفى انا ضخيت فيه اموال كثيره جبت فيه المليار باش درت المستشفى هذاك المستشفى خصني نجيب فيه التحاليل وخصها هو يدير التحاليل تتكلف وهران بالتحاليل تاعها ولا يدير التحاليل الا مركز باستور ونستناو حنا 15 يوم باش 15 يوم سي فيني لا بيريود دانكوباسيون دارت وكملنا وطفرت سيد بن عبد ربما الشيء الإيجابي أيضا ربما الملاحظ مؤخرا مبادرات هذه اللي شفناها على مستوى بعض الجامعات من خلال صنع بعض أجهزة التنفس المعقدة إن صح القول شفنا مبادرات من بعض الجامعات من بعض الشباب خريجي الجامعات قاموا بصنع بعض الأجهزة أجهزة التنفس إجراء تحاليل أيضا شفناه أيضا على مستوى ولاية تيزي وزو بمبادرة من الجامعات نشوف أنه في الوقت الحالي رغم الأزمة يعني نشوف تحرك للجامعة في ظل يعني هذه التسيير هذه المرحلة هذا دور الجامعة الجامعة هذا الدور نتاعها الجامعة هي القاطرة نتاع المجتمع اللي ما فهمش هذه عمره لا يفهم ما يفهم لا سياسة ولا اقتصاد ولا أي شيء الجامعة لي زيتا ماجور سيونتيفيك لي زيتا ماجور تاع العلم لي زيتا ماجور تاع التكنولوجيا لي زيتا ماجور تاع البحث لي زيتا ماجور تاع المخابر موجودة في الجامعات وليس موجودة في 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 في, في شيء آخر الجامعة العلم اقتصاد المعرفة هذا هو المستقبل العلم
دوك بقى العلم هو اللي يهدر، ما يهدرش حاجه اخرى، يهدر العلم. عندك امكانيات، عندك كذا، العلم نتاعك لازم الاستثمار في الانسان، لا بد من الاستثمار في الانسان. كي نفهموا هذه بان الانسان هو مصدر كل الثروات، صاير انا فهمنا كلش. الاستثمار في الانسان، وبالتالي كي نقول الاستثمار في الانسان كرمنا الانسان، يقول الله سبحانه وتعالى في اياته الكريمه كرمنا الانسان بالعقل وميزناه عن سائر المخلوقات. كرمنا الانسان بالعقل، كرمناه بهذا العقل. ليه العقل نتاعنا احنا جزائريين حابس؟ ربي يتكلم على الامه جمعاء، ربي يتكلم على البشريه جمعاء، ما يتكلمش على 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 قوم، على قوم على قوم انتيليجو، على قوم. ليه احنا السيرفون تاعنا راه حابس؟ احنا عندنا قضيه كيف نسير هذا المجتمع الجزائري، وكيف نقوم بتسييره، وكيف نقوم ب ب ب ب وتشجيع مثل هذه المبادرات لانشاء مؤسسات مصغره يمكنها تمويل هذه المستشفيات وتمويل قطاع الصحه باجهزه متطوره. الجامعه تعتبر الجامعه في محيطها، والجامعه لابد ان تتعامل مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني، كل شيء لابد ان تكون الجامعه هي المحور الاساسي في العمل مع كل هذه القطاعات، كل القطاعات بدون استثناء. اذن باش خصنا نستثمروا في هذه الجامعه. كي نستثمروا في هذه الجامعه وخاصه المخابر البحثيه الى غير ذلك، لابد من اعاده النظر كذلك في المنظومه الجامعيه، بالنسبه سواء منظومه التربيه الاخرى، منظومه البيداغوجيا او منظومه التكوين الى غير ذلك. لابد من اعاده النظر، ولابد هذا السيستم LMD وغيره نشوفه لو سيستم LMD ولا سيستم اخر، المهم نشوفه. لابد ان نقوم بتنظيم هذه الجامعه وباعطائها لا ديمونسيون كالميريت، نعطيوها يعني البعد نتاعها اللي يمكنها من ان تكون قاطره للمجتمع. الوزير كان تحدث على اقطاب جامعيه على مستوى الوطن، يعني في تخصصات ما، هل ترون أن هذه الفكرة يمكن أن تأتي بثمارها وتشجع طبعاً الشباب، أو تشجع التنافس ما بين طلبة الجامعة؟ طبعا نشوف مثلا، إذا شفنا مثلا بين جامعة من الجامعات الجزائرية، نشوف وين الجامعة هذه عندها البوان فور تاعها، كالي البوان فور تاعها. نجيب لك مثال بسيط، أنا جرت جامعة في ألمانيا، مثلا جامعة قسنطينة من بين الجامعات الناجحة في الجزائر. أنا جرت جامعة في ألمانيا، في مدينة قاسم الألمانية. مشيت قلت لهم وين راه الديبارتمون تاعكم اللي فور هنا في هذه الجامعة؟ قالوا لي الديبارتمون ميكانيك. قلت لهم ديرني الديبارتمون ميكانيك. J'ai rencontré un Algérien étudiant mécanique et j'ai rencontré un professeur de Blida aussi. C'est un professeur jazairien. Jazairien, hado. Tlaqitom. Qultom ya wdi mchina ntqahou, d'ardouni ala lfitour w kulchi, wdawni les ateliers w kulchi. Qultom ya wdi fahmouni ala kifash. Qal lak un grand professeur en mécanique allemand, il est venu, c'est lui qui a instauré tout le système hada. Qal lak ljami3a ntaana min département mécanique de Tmouna hna industrie automobile. علاش الاندستري اوتوموبيل طوبا؟ لان لا ميزون فولكسفاغن موجوده في هذه المدينه، وبالتالي الجامعه هي التي تعتبر كيسرا ان بروبليم ميكانيك اون في نوفو دان موتور دو فولكسفاغن ولا دو مرسيدس، يجيبوه الجامعه قال فكروا لنا في هذا الموضوع، ديروا لنا بحث. اي بوي سي لاندستري سي لي باترون هي تقوم بتمويل هذه البحوث، بتمويل الجامعه، لو سيستيم دو لونيفرسيتي. اي دونك il y a un contrat, il y a une symbiose, il y a entre l'université et entre le monde extérieur, يعني le monde économique et industriel. مازال مش في الجزائر جامعات متخصصه او جامعات يعني ظهرت للعائله.